بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: في سياق الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اتهمه الكفار طارة بأنه، جاءت هذه الآيات في سياق الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اتهمه الكفار طارة بأنه ساحر، وطارة بأنه كاهن، وطارة أخرى بأنه شاعر. فسند الله عز وجل تلك الشبهات شبهة بعد أخرى، وبين الفروق بين أحوال هؤلاء الذين تتنزل عليهم الشياطين، أو بين هؤلاء الذين يأتون بتلك الأحوال الشيطانية من السحار والكهان، وبين حال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا بين الفرق بينه صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء الذين يهيمون في كل واد، وأن رسالته صلى الله عليه وسلم تختلف عن رسالة غيره، أو عن موضوع هؤلاء الذين يتحدثون فيه دائما. ولكن كما هو معلوم، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ومن ثم كانت هذه الآيات هي العمدة فيما تحدث عليه الفقهاء والمفسرون في حكم الشرع في الشعر. ويمكن أن ينسحب هذا على ما يشابهه مما يسمونه في زماننا بالأدب، ليشمل بجوار الشعر فنون النثر الأخرى كالقصة والرواية، وربما اتسع الكلام أكثر فتكلموا عما يسمونه بالفنون، أو ما يعظمونه أحيانا لكي يجعلوا له سلطانا على القلوب فيسمونه فنون الإبداع. وأنتم تعلمون أن أهم وأخطر أمراض ذلك العصر هو الفصل بين الدين والحياة، وليس مجرد الفصل بين الدين والسياسة، وإن كانت العبارتان متقاربتان،
ولكن العلمانية التي يريدونها هي الفصل بين الدين والحياة. وقالوا الفصل بين الدين والسياسة لأن عامة الناس لا تشغلهم أمور السياسة كثيرا، أو يظنون أن السياسة هي ممارسات سلطة الحكم، ويذهلون على أن السياسة بمعناها العام هي فن إدارة المجتمعات البشرية. وبالتالي فإن كلمة الفصل بين الدين والسياسة تكافئ تماما الفصل بين الدين والحياة. وأنت تسمع الآن من يقول الأدب لا يقومه إلا أديب، والفن لا يقيمه إلا فنان، وما دخل الدين بالأدب وما دخل الدين بالفن، وهكذا يظلون يهدمون عرى الإسلام عروة عروة. وهذه قضية مفصلية محورية نختلف فيها مع هؤلاء. فنحن نقول نحن عبيد لله تبارك وتعالى، والله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله، الحكم له وحده، ومن جملة أحكامه الإباحة. فإذا أباح لنا شيئا حينئذ صرنا فيها بما نخترع وبما نبدع وبما نفنن طالما أنها كانت مباحة. ومن ثم فلا يوجد في الكون حركة ولا سكنة إلا ولله فيها حكم، إما بطلب الفعل أو بطلب الترك أو بالتخيير. فما كان الأمر فيه على التخيير وسع البشر أن يفعلوا فيه ما شاءوا. فهذا الذي نختلف فيه مع هؤلاء، ونقول لهم أن الله تبارك وتعالى له في كل مسألة حكم، وقد حكم هنا على معظم الشعراء بأنهم غاوون، بل بما هو أفحش من هذا بأن أتباعهم غاوون. فما بال المتبوعين إذا كان الأتباع قد وصفوا بالغي؟ ولكن على أي، فإن الآيات اقتضت التفريق والتفصيل بين أنواع من الشعر وأنواع أخرى، والذي ينبغي أن يتقرر قبل أن نخوض في هذا التفصيل هو أن كل شيء في الكون ينبغي أن يكون محكوما بشرع الله تبارك وتعالى. يتفزلك البعض ويقول وما شأن الشرع بجودة الصناعة الأدبية؟ وهل الشرع سوف يحكم على أن هذا الشعر رقيق من عدم، هل هو منسجم مع بحور الشعر من عدمها؟ نقول يعني كفى كذبا وخداعا وتدليسا، فإن هذه الفنون والآداب سواء كانت الشعر أو النثر أو حتى اللوحات الفنية أو غيرها لها صناعة ولها معنى ورسالة. فنحن لا نقول أن الشرع سوف يحكم على الشعر بأنه ينبغي أن يكون موزونا مثلا، وأن الشعر العمودي مثلا على سبيل المثال لا يجوز، إلى غير هذا مما قد يغرب خيال البعض فيه. ولكن هذا الشعر في النهاية يؤدي معنى، والمعنى ينبغي أن يكون محكوم بشرع الله تبارك وتعالى. لا سيما أن الشعر والأدب والقصة والرواية وغيرها من هذه الوسائل هي في المقام الأول رسالة إعلامية، أو هي في النهاية بالتعبير الشرعي دعوة إلى أمر ما، أمر بأمر ما ونهي عن شيء ما، ترغيب في أمر ما وترهيب من أمر ما. وهذا كله ينبغي أن يكون نابعا من شرع الله تبارك وتعالى. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا ينبغي أن تكون الرسالة التي يؤديها كل عمل يسمح له بالوجود في بلاد الإسلام أن يكون متسقا مع قيمه ومبادئه، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وبغض النظر عن الشكل الفني الذي تأخذه أي دعوة كانت
فينبغي لكي يكون لها جواز مرور في مجتمعاتنا الإسلامية أن تكون متسقة مع مبادئ الشرع ومع أحكامه، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. ولذا كانت هذه الآيات تأكيدا لهذا المعنى الذي نذكره، من أن الشعراء منهم من هو إمام للغاوين، بل أكثرهم. والقضية هنا إذا قلنا أن الأمر فيه تفصيل، فإن الأكثرية في زمان ما قد تكون أقلية في زمان آخر، فربما غلب في زمان ما أو في بلدة ما على الشعراء الصلاح فلا بأس، هذا أمر حسن تفرح له القلوب. وإنما المقصود من حيث الحكم الأصلي التفريق بين نوعين، إن شئنا أن نجعل الكلام أكثر عمومية، نوعين من الأدب: أدب يؤدي رسالة تتفق مع شرع الله تبارك وتعالى، وأدب آخر لا يؤدي ذلك. وأن الغالب على الأقل في زمن نزول هذه الآيات، بل الغالب في كل زمان ومكان، أن يكون هؤلاء أتباع للهوى، لأنه يريد أن يقدم صورة جميلة، يريد أن يخاطب في النفس شهواتها، حتى يجد من يسمع وحتى يجد من يقرأ. وإلا فإنه لو أراد أن يقوم النفوس ويهذبها ويصدمها بما فيها من أمراض ويحضها على الفضائل، فإنه سوف يقل أنصاره وأتباعه. وهذا أحد أهم الفروق، وقد ذكرنا أن السياق ابتداء كان في الفرق بين القرآن والشعر. ولذلك هذا من نافلة القول أن نشير أن حتى الأشعار الصالحة التي فيها من معاني الزهد والأخلاق وغيرها لا ينبغي أن يدمن عليها الإنسان، وإنما عليه أن إذا أراد أن يستمع إليها فليكن شيئا قليلا كالملح في الطعام، لأن الشعر بصفة عامة لا يؤثر في النفس إلا متى تجارى مع أهوائها ابتداء. ولذا قد تجد مثلا فيما يشيع بين الناس من أغاني ونحوها، أغاني ملؤها الحزن والألم والنقمة على المجتمع، والعجب أنهم ربما جعلوها تضار في أفراحهم. لماذا يقبل الناس على هذا النوع من الكلمات حتى في الأفراح؟ لأنه يتناغم مع شعور بالقهر وشعور باليأس والقنوط، فلا يكاد يتناغم مع ما في صدورهم إلا هذا النوع. فالشعر بصفة عامة إذا صادف نفس الحالة التي يعيشها المستمع، حدث نوع من التجاوب بين التجربة التي عاشها الشاعر أو أراد أن يعيشها أو ادعى أنه قد عاشها، وبين التجربة التي يعيشها المستمع، فيحصل هنا التجاوب بين الأمرين. والقرآن يقومك، فإذا كنت حزينا لا تجد فيه البكاء والويل والثبور، وإنما تجد فيه الأمر بالثبات والأمر بالصبر والتوكل على الله تبارك وتعالى. وهذا أمر إنما يكون إذا قرأت آيات الله تبارك وتعالى تجعلك تقاوم ما عندك من مشاعر إن لم تكن مشاعر مرغوبة، وتجعلك تهذب المشاعر المرغوبة حتى في حينها، الشعور بالفخر عند النصر. تجد أن الشعر يزيد المنتصر فخرا وتيها حتى يكاد ينفجر من جنباته، بينما يأتيك القرآن عند النصر لكي يقيد ذلك الشعور ويضعه في مكانه الطبيعي، ويجعل بدلا منه ذلا لله عز وجل وتواضعا بين يديه. على أي، فقد ذكر الله تبارك وتعالى أن الغالب من شأن هؤلاء الشعراء أنهم يهيمون في كل واد، فطارة مدحا وطارة ذما.
يهيمون في وادي وصف العشق والحب والغرام، حتى كأنه لا يوجد في الدنيا إلا هذا، فإنهم قد يختزلون كل أمور الحياة في العلاقة بين الرجل والمرأة، ثم يختزلون العلاقة بين الرجل والمرأة فيما كان في حرام لا في حلال، فيهمون في هذه الأودية ويقولون ما لا يفعلون. فإذا أراد أحدهم أن يرتدي ثوب الشجاعة فهذا لا يكلفه إلا أن يقول كلمات أنه فعل كذا وأنه من شأنه كذا وأنه لو أراد أن يفعل كذا لفعل. وغالبا ما يقولون ما لا يفعلون في أمر الفواحش، كما كان في شعر الجاهلية وبقي عند بعض شعراء الإسلام بعد ذلك أن يفاخر بالفواحش التي فعلها، وبعضهم ربما فاخر بفواحش لم يفعلها كما هو معروف في هذه الأشعار. فهؤلاء يتبعهم الغاوون، وهذا من أبلغ الذم، فإذا ذم الأتباع فهو ذم أعلى للمتبوعين، لأن هؤلاء المتبوعين هم الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هؤلاء المتبوعين هم الذين يفرقون القلوب عن مهامها الأصلية من توحيد الله تبارك وتعالى ومن إعمار الكون، فيجعلونهم ينصرفون عما ينفعهم في الدين والدنيا. فهؤلاء المتبوعون، هؤلاء الشعراء، جرمهم أعلى من أن يسموا غاوين، وإنما هم يبيعون بضاعتهم لدى هؤلاء الغاوون. ولكن يبقى أن هناك من الشعراء، وكما ذكرنا إذا أردت أن تجعل الأمر ينسحب على غيره من صور الكتابة والأدب ونحوها، ولكن فإن هناك من يعتصم بالإيمان، لا من يقول أن الأدب أدب والدين دين فلا يبقى لنا من الدين بعد ذلك شيئا، فإنه لا يكون الأدب أدبا مقبولا ولا الشعر شعرا مقبولا إلا إذا اعتصم صاحبه ابتداء بالإيمان والعمل الصالح وذكر الله كثيرا في شعره وفي خارج الشعر. وهذا ليس قيدا لأنه لا يجوز من الأشعار إلا ما كان فيه ذكر الله، ولكن الأمر كما ذكرنا أن الأمور بصفة عامة يقف الشرع منها على ثلاثة أحوال، بعضها مطلوب الفعل وبعضها مطلوب الترك وبعضها مباح. ومن ثم فلو أن الشعر ولو أن الشاعر قصر نفسه في حدود المباح فوصف شيئا مما يروق له من أحوال الطبيعة ومن خلق الله تبارك وتعالى، أو عالج ظاهرة اجتماعية أو غير ذلك، فهذا من المباح، وإن كان فيه ذكر الله كثيرا، وإن كان فيه انتصار للإسلام وبيان لعوار أعدائه وبيان ورد على طعنهم في دين الله تبارك وتعالى، فهذا هو الذي يرتقي إلى أنه يكون من أحسن الشعر الذي استحسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسان رضي الله عنه وغيره، وقال له صلى الله عليه وسلم أهجهم وروح القدس معك، لأنه كان ينتصر لدين الله تبارك وتعالى، وكان ينافح عن دين الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي القضية التي ينبغي أن ينتبه إليها كل أحد، أننا الآن في معركة شرسة، يراد أن تجزأ الحياة أجزاء فتعزل عن ضوابط دين الله تبارك وتعالى. وهذا الجانب ما يسمونه بجانب الأدب والإبداع هو أكثر الجوانب التي انحرفت عن دين الله تبارك وتعالى انحرافا كبيرا، حتى صار فيها من يدعو إلى الإلحاد صراحة،
حتى صار منهم من يطعن في الذات الإلهية مباشرة، حتى صار منهم وللأسف بعضهم يحصل على جائزة الدولة، دولة المسلمة تعطي جائزتها لمن يقول أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس نبيا وإنما ادعى النبوة لكي يعيد ملك بني هاشم أو لكي يعلي شأن حزب بني هاشم. هذه قضية لعلها كانت أحد أسباب سقوط النظام السابق. سيبقى سقوط النظام السابق لغزة من الألغاز كيف انهار فجأة، ولكن على الأقل من ناحية الأسباب العلوية أنك ترى أن الظلم قد بلغ مداه وأنهم قد عادوا الله عز وجل وآذوا رسوله صلى الله عليه وسلم بدرجة سلط الله عليهم أهون من يستخفون به، وألقى الله عز وجل بينهم العداوة والبغضاء فانفكت عرى هذا النظام فسقط بهذا السقوط المريع، لأنهم كانوا قبل السقوط بأشهر يمنحون جوائزهم التقديرية لمن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن يدعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو إلا قائد لحزب بني هاشم. وكلما جئت تنتقد شيئا من هذا قيل لك هذا أدب وهذا إبداع، وإياك ثم إياك أن تخلط الدين بالأدب أو أن تخلط الدين بالإبداع أو أن تكون رجعيا فتقف أمام حرية الإبداع. وهذه كلها شعارات ما أنزل الله بها من سلطان يجعل يريدون منا أن نحني لها رؤوسنا وأن نعتبرها مرجعية عليا فوقنا جميعا، ونحن لنا مرجعية عليا واحدة هي أوامر الله تبارك وتعالى، ولا نعزل الدين عن الحياة ولا عن الأدب ولا عن غيره. وكما ذكرنا هم يخلطون غاية التخليط حينما يزعمون أنه هل تستطيع أنت وهل الدين فيه معايير للقوالب الأدبية؟ نقول في النهاية أنت تحكم على معنى أده ذلك الرجل أو الآخر بأي طريقة وبأي صياغة أدبية قد أداها، فإنه ينبغي في النهاية أن نرصد ذلك المعنى، إن كان أمرا بالمعروف فبها ونعمت، وإن كان نهيا عن المنكر فبها ونعمت، وأما إن كان أمرا بالمنكر ونهيا عن المعروف فضلا أن يكون سبا لله عز وجل أو سبا لرسله كما منح أحدهم جائزة عالمية قيل في حيثيات حصوله عليها أنه قد كتب رواية تؤصل نظرية موت الإله. وسبحان الله، إذا قلت لهم أن هذه كفر وإلحاد وأن الذي قال ذلك هو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر لا أحد آخر، وأنها في وقت كانت موجة الإلحاد تسير في بلادنا ولم تكن الصحوة كما هي الحال الآن، لم تكن الصحوة الإسلامية على حالها الآن، أوقف الأزهر مشكورا آنذاك نشر حلقات تلك الرواية على جريدة الأهضام، قيل لك وماذا تفعل بالجائزة العالمية أنت؟ وسبحان الله، هل صارت تلك الجائزة العالمية إله يشرع لنا من دون الله؟ ومن الذي منحها؟ هؤلاء أقوام لا يريدون منا إلا هذا، ولا يريدون منا إلا أن نأخذ قيمهم، وإلا أن نرتد عن ديننا، وإلا أن نخالف ديننا. لا يناقش أحد في هل في هذا الكلام، هل هذا الكلام بالفعل فيه إلحاد أم لا، هل هذا الكلام بالفعل فيه دعوة للفواحش والفسق والفجور أم لا، وإنما يقولون لك وما وكيف تفعل بالجوائز التي حصل عليها. وإذا قلنا لهم كيف تفعلون بدينكم الذي يأمركم أن تأمروا بالمعروف وأن تنهوا عن المنكر أعرضوا ولجأوا إلى
تعظيم ما يعظمه أعداء الله تبارك وتعالى، وكأنه مفروض علينا أن نقبل ذلك التعظيم. هذه نعم قضية جزئية ما كنا نود أن ينشغل بها الناس، وإنما انشغلنا ببيان قضية كلية، هو أنه ينبغي أن يحكم شرع الله عز وجل في كل كبير وصغير في حياتنا وفي جميع شؤون حياتنا، ولكن القوم لا يكاد يشغلهم إلا حرية العرض، حرية الكفر، حرية الطعن في دين الله تبارك وتعالى. فإذا ما قيل ما جاء ذكر تطبيق شرع الله تبارك وتعالى قيل وكيف أنتم معشر المنادين بتطبيق الشرع، وكيف أنتم من روايات فلان ومن أدب فلان، هذه تتعارض مع الشرع أم لا؟ وقد يرى البعض أنه يجمر بالإنسان أن يسكت أو أن يمرر أو أن يعطيهم ما يريدون، وهذا لا يملكه من يدرك عواقب الأمور، لا يملكه لأن سلم التنازلات لا ينتهي، ولأن القوم يملكون الإعلام، ولأن القوم صادقون في دفاعهم في خنادقهم عما هم عليه من استمرار نشر هذا الفسق وهذا الفجور، هذه رسالتهم التي يعيشون عليها والتي يكتسبون أنصارا من الغاوين الذين يلتفون حول هذا الغي وحول هذا الضلال. فالقضية إن بدت لمعظم الناس قضية هامشية إلا أنها عند هؤلاء قضية أصلية هي محور حياتهم، ومن ثم فإنه يريد أن يحصل منك على صك تعطيه إياهم من جيبك فتبوء بإثمه في الدنيا والآخرة وتلتزم به طوال عمرك، من أنك لا تستطيع قط يوما من الأيام أن تطالب بمنع ذلك الفسق وذلك الفجور، وقد أعلنت على الملأ أنك موافق عليه، أو حتى قلت أنك منه على الحياد، هو يريد منك هذه أو تلك. فإن أبيت إلا أن تقول أنك ترفض كل ما يرفضه شرع الله تبارك وتعالى ولا تقبل منه شيئا، فإنه حينئذ يحاول أن يزعر العامة الذين يؤلمهم أن يكون بينهم من يدعو إلى الفسق والفجور، والذين يجدون آثار هذه الدعوة الباطلة في أخلاق أبنائهم وهم يربونهم على الفضيلة وعلى النقاء، فإذ بهم عندما ينتشر ذلك الفجور ويملأ الأرض والفضاء ويملأ وسائل الإعلام وغيرها يشتكون من تفلت أخلاق الأبناء ولا يستطيعون أن يفعلوا حيالهم شيئا، ولكنهم يحاولوا أن يذعروهم بأنواع من حيلهم، وإن من البيان لسحرا، وهم يمتلكون هذا البيان ويمتلكون ذلك الغي، ومع هذا فلا نملك حيال هذا إلا أن نتمسك بشرع الله تبارك وتعالى، وإلا أن نطبق أمر الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وإلا أن نصمد على هذا البيان، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وإنها هذه الزوابع أشبه بسحابات صيف، متى ثبت أهل الحق أمامها أخذت وقتها ثم انقشعت، وعندما تنقشع طالما أنك قد ثبت تنقشع، وقد أدرك الناس من الذي يريد لهم حياة الطهارة والنقاء ويريد لهم أن يكونوا أحرارا بحق لا يتسلط عليهم منظمات عالمية تعطي جوائز للبعض فتجعل منهم آلهة من دون الله أو تجعلهم رموزا لا يجوز لأحد
أن ينطق حيالهم ولو بشطر كلمة، في حين أنه يصلح لهم هم أن يطعنوا في ثوابت ديننا وأن يذموا الله وأن يطعنوا في الذات الإلهية وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهون جرائمهم أن يدعوا إلى الفسق والفجور وأن يعرضوه على الناس. هذه هي العبودية بعينها، هي العبودية التي يريدونها لنا، أن يكونوا هم يسمون أنفسهم بالنخبة. وأي نخبة هذه؟ تلك التي لا تكاد تعرف من مفردات إلا مفردات ذم الدين والطعن فيه، ولا تعرف من السلوكيات إلا سلوكيات الغواني وكؤوس الخمر وغيرها. سمون أنفسهم النخبة، سمون أنفسهم المثقفون المثقفين المبدعين، وعامة الخلق ينبغي أن يذعنوا إذعانا بتلك النخبة. ولهذا الإبداع مهما طعن وتلاعب هذا الإبداع المزعوم بثوابت الأمة، متى تنقشع هذه الغمة إن كنا سنسكت أمام هؤلاء أو حتى نلتزم الحياة؟ وكما ذكرنا القضية بالنسبة لهم ليست قضية هامشية، وإلا فلماذا يصرون على امتحان الناس فيها؟ فلا يكادون يسألون أحدا إلا في مجموعة أسئلة يلخصها لك قوله تعالى يتبعهم الغاوون، هذه التي تهمهم، لا يهمهم غيرها. ولا بد أن نقول لهم ونحن حريصون أن نتطهر جميعا من هذه الغواية التي جعلتموها بضاعتكم وجعلتموها مهنتكم واستطلتم على الناس بها. وقد كان منذ زمن قريب وفي القانون المدني المصري أن شهادة المشخصات الممثل مجروحة لا تقبل أمام القضاء، كانت هذه البداية، ولم تمر 100 عام حتى صار هؤلاء يسمون أنفسهم بالنخبة والصفوة والمبدعين، ونحن مقهورين لا نستطيع أن نوصل الرسالة إلى الخلق. فمتى استطعنا أن نوصل شيئا منها فإنه ينبغي أن يتوجه هذا إلى أن هذا ليس هو سلوك المسلم، وليس هو الذي يقبل في مجتمع مسلم. والمجتمع المسلم يجب أن يكون عنوانه الذي عنوان إعلامه وتعليمه وإبداعه وأدبه هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والالتزام بأحكام شرع الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن حق حقا نرزقنا اتباعه، وأقول قولي هذا أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فخلاصة ما دندن حوله اليوم أن ما يقدمه كل أحد من صور اصطلح على تسميتها بالفنون والآداب وغيرها، وأكثرها شيوعا في زمن نزول الوحي كان الشعر، ومن ثم نزل القرآن ببيان حكمه، وهذا الحكم ينسحب على غيره مما يشابهه من أنه فيه تفصيل، فإن التزم بحدود المباح فضلا أن يكون فيه من معاني الدفاع عن الدين والترغيب في الفضائل فهو مباح أو مطلوب على حسب الحال. وإن تطرق إلى الغواية من أنواع من ذكر الفحش والمجون وغيرها، فضلا أن يتطرق إلى الكفر والضلال من الطعن في الذات الإلهية أو في عقائد المسلمين أو غيرهم، فهو محرم كما بينته تلك الآيات. وبقي في تاريخنا وفي واقعنا نماذج من هذا النوع ونماذج من ذاك، تكثر النماذج الطيبة في زمان القوة، في زمان العزة، في الزمان التي الأزمنة التي يعود فيها الناس إلى شرع الله تبارك وتعالى،
فينفي المجتمع عن نفسه خبثه، فينزوي ذلك الخبث، فلا يكاد يجد أتباعه وأنصاره إلا أن يدونوه في بعض كتبهم ويضعوه في خزانات الكتب، وبالتالي فلا يحتج أحد علينا بأنه وصلت إلينا في المخطوطات قصص ألف ليلة وليلة وغيرها، فقد كانت كتبا مجهولة ملقاة في بعض المكتبات لم تلقى يوما ما رواجا بين الأمة. ويوم أن لاقى أمثال هذا رواجا جاء التتار واقتحموا بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية وقتلوا وشردوا، لأن عزة الأمة وقوتها رهينة بالتزامها بشرع الله تبارك وتعالى. بل إنه حتى في المجتمعات الغربية ذاتها، وانتبهوا جيدا من أن المعركة بين الأمم معركة عميقة، وأن كل أمة تدرس أسباب قوتها وأسباب ضعفها، وأنها تحاول أن تصدر إلى الأمم الأخرى أسباب الضعف وتحاول أن تعالجها في نفسها، فإن تأخر العلاج عندها فأقل الأحوال أن تكون الأمم الأخرى مريضة بنفس أمراضها. وعقلاء الغرب وحكماؤه يشعرون، ومنذ عشرات السنين، وأعمار الأمم تقاس بالقرون لا بالسنين ولا بعشراتها، ولكنهم منذ مطلع القرن العشرين أو منتصفه على الأقل وهم يشعرون أنهم يمرون بأزمة أخلاقية حادة، وأن هذه تؤثر على قوتهم كأمة، وأن نظام الأسرة يتفكك تبعا للانحلال الموجود في الأدب والسينما وغيرها، وأن انحلال نظام الأسرة يؤذن بأن هذه الأمم يمكن أن تنهار، وقد كان يمكن أن تنهار لولا أنها تفتح باب الهجرة لأناس من بلاد ما زالت متماسكة من مجتمعات المسلمين التي ما زالت تنتج رغم ما فيها من عور، ما زالت صالحة لكي تنتج بشرا، لأن الفساد لم يصل إلى الحال التي وصل هناك، فينتج بشر يتنوعون في اختصاصاتهم ومهاراتهم، ثم يعوض الآخرون نقصهم وانهيارهم الاجتماعي بهجرة العقول والأيادي والسواعد إلى بلادهم، ولكنهم يشعرون ومع ما يتعلمون منه من أن هويتهم تتغير، وأن عدد المسلمين يتزايد في بلاد أوروبا وأمريكا، ومع ذلك لا يغلقون باب الهجرة، ألا ترون؟ لأنهم بين نارين، إن أغلقوا باب الهجرة انفضحوا، لأنهم مجتمع لا ينتج أفرادا صالحين بالدرجة الكافية لما يوجد عندهم من انحلال خلقي وغيره، وإن سمحوا بالهجرة أتاهم من لا يؤمنون بعقائدهم ومن يظهرون سمو النظام الاجتماعي على الأقل في قطاع عريض ممن يأتيهم من المهاجرين، وبالتالي هم يشعرون بأزمة، والحل المبدئي عندهم أن يصدر لك تلك الأزمة لكي تشترك معه فيها على الأقل، ثم أن نجح هو في علاجها عنده فبها ونعمة، وإلا على الأقل تكون أنت وهو في هذا المرض سواء، ويظل هو متحكما في مصادر الثروة وفي التقدم العلمي وغيره، فيضمن تفوقا لأمته على تلك الأمة. وبلادنا بفضل الله تبارك وتعالى كان فيها من الأدباء والشعراء من نفاه عن دين الله تبارك وتعالى يعمى أمرهم عن عمد، فلا يكاد يذكر في كتاب من كتب التربية وزارات التربية والتعليم شيئا عن مصطفى صادق الرفعي مثلا، وهو رجل كان أمة وحده، ورغم أنه أصابه بعض الانحراف الذي يغري قلم الأديب بأن يذكر شيئا من الشهوات أو نحوها، وهو نادر جدا في كلامه، إلا أنه في وقت اجتمع أدباء
كثير من الأدباء الذين لمعتهم الآلة الإعلامية آنذاك على ترديد شبهات المستشرقين حول كتاب الله تبارك وتعالى انبرى ليكون هو أول من وقف تحت راية القرآن. وهذا عنوان كتاب الله تحت راية القرآن، جمع فيه مقالات رد فيها على كتاب الشعر الجاهلي الذي طعن في بلاغة القرآن وفي عصمته، وقضى حربا شرسة انتهت بفضل الله تبارك وتعالى بسحب ذلك الكتاب من الأسواق وبتراجع مؤلفه عما فيه من طعن في القرآن، سواء تراجع ان تراجع تراجعا حقيقيا نفعه هذا عند الله، وان كان تراجع فقط امام تلك الحملة التي وقف حمل لواءها انذاك مصطفى صادق الرافعي رحمه الله، وانضم اليه بعدها الاستاذ محمود شاكر رحمه الله والاستاذ سيد قطب رحمه الله جميعا، فكونوا هم الثلاثة جبهة كان بدأها الرافعي وحده، تصدت لكل هذه الانحرافات ليتراجع طه حسين ويحذف من كتاب الشعر الجاهلي ما طعن فيه بالقرآن في القرآن، وكما ذكرنا إن كان تراجعه عن عقيدة ويقين نفعه هذا عند الله تبارك وتعالى، وإلا فعلى الأقل تخلصت الأمة من شر الطعن في القرآن، وكان هذا في وقت لم تكن الصحوة فيه على هذا الحد، فكيف يطلب منا الآن أن نسكت عن أمثال هؤلاء، وكيف يعمى أحوال هؤلاء، وإذا قرئ من له خبرة بتذوق الأدب ومعانيه وبعيد عن أن هذا دافع عن القرآن والآخر كان ضده، فإنه لا يكاد يوجد وجه للمقارنة في صنعة الأدب وحبكته وحلاوته بين الرافعي وبين هؤلاء الأقذام الذين قال عنهم الرافعي نفسه فليكون هؤلاء عمداء للأدب الفرنسي أو الإنجليزي أو أي شيء غير الأدب العربي، لأنهم ينتحلون ما كتبه المستشرقون بلغتهم ثم يترجمونه إلى لغة العرب بعبارات مفككة رقيقة لا ترقى إلى أن تسمى أدبا بمعيار الأدب العربي، ومع هذا يحرم أبناؤنا حتى من تعلم أدب هؤلاء من حيث الصنعة إذا كان المقصود ذلك، لأن المعاني التي دافعوا عنها نابعة من دين الله تبارك وتعالى، فلا يكاد يسمع الناس عن أديب إلا إذا كان أدبه عاريا من الأدب، وأما الأدباء الذين كان أدبهم في أرقى أنواع الأدب من حيث الصنعة وأجوده من حيث المعنى فلا يسمع أبناؤنا عنه شيئا. القضية هي جزء من منظومة كلية، والمنظومة الكلية إما أن نحكم بشرع الله تبارك وتعالى ليس في الإطار القانوني فقط ولكن في الحياة بأسرها، وإما أن يخرج علينا من تتعرى وتنشر صورها وتقول هي تفعل هذا، كما هناك لوحات عارية يسمح بها العالم، فلماذا لا يسمح بالأشخاص الأحياء أن يتعروا وينشروا صورهم على الإنترنت، وهذا يحدث الآن عندنا في مصر، ثم والآخر يطعن في الذات الإلهية يقول حرية إبداع، والثالث يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وما أزمة الرسوم الدنماركية عنا ببعيد. وإذا قررنا المبدأ فكن ما فعل في الدنمارك قابل لأن يفعل في مصر، طالما قررنا مبدأ أنه لا دين في الأدب ولا أدب في الدين، ولكن إذا قررنا مبدأ أن كل شيء ينبغي أن يكون خاضعا لشرع الله تبارك وتعالى ويكون مباحا على الأقل وليس موافقا، فحينئذ نقول نعم نستطيع أن نرفض تلك الرسوم وإن كانت رسوما، لا نقيم ريشة الفنان الذي رسمها ولا نوع الخط الذي استعمله، إنما نقيم المعنى الذي أوصله
هذه قضية في غاية الوضوح، ولكنهم مع هذا يدورون ويراوغون ولا يريدون أن يعترفوا بالحقيقة. نحن أمام قضية محورية أساسية، إما أن يكون الشرع هو تاج رؤوسنا وأن نكون عبيدا لله وحده، وإما أن نكون عبيدا لمن يسمون أنفسهم صفوة أو نخبة أو أدباء أو مبدعين، ثم يأتينا سياسيون ثم تأتينا وهكذا، وكل واحد يصنع لنفسه هالة لا يجوز لأحد أن يقترب منها، ثم تقترب هذه الهالة من ديننا فتأكل فيه شيئا بعد شيء. وبإذن الله تبارك وتعالى لن يكون شيء من هذا طالما بقي المسلمون مستيقظون لأمثال هذه الأمور، مهما اجتمع عليهم من اجتمع وتكالب عليهم من تكالب. نسأل الله تبارك وتعالى أن الحق حقا نزقنا اتباعه. اللهم علينا الحق حقا نزقنا اتباعه، وعلينا الباطل باطل نزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا اللهم المتقين إماما، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر منا والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.